مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح للميا حمدين نعرف منها تفاصيل اكتر عن الجو اللي مش مستقر، شويه حر وشويه برد، برغم ان احنا في شهر طوبه والمفروض ان احنا يكون الجو شديد البروده، لكن يومين دول الحمد لله الجو دافي. خلينا نعرف التفاصيل اكتر مع لميا. يا لميا، الجو ده هيفضل دافي ولا موجه البرد المعروفه في طوبه دلوقتي؟ لا، النهارده الجو دافي شويه بالليل، بس اللي بيبقى فيه تباين شديد في درجات الحراره، وخصوصا في جنوب البلاد او في المحافظات الحدوديه، لكن ده ليه علاقه بالمنخفض او المرتفع الجوي اللي ممكن نتاثر بيه. فصبح عليكم، خلونا نصبح على مشاهدينا مره ثانيه واقول لكم على حاله الطقس النهارده. وهيئه الارصاد بتتوقع انه النهارده الطقس هيكون دافي نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، ومائل للحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البروده على كافه الانحاء، كمان في شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الجو النهارده من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنين عن حاله الجو النهارده، خصوصا انه في ارتفاع بسيط في درجات الحراره. بالفعل اليوم هيكون في مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره. يمكن احنا بدانا من نهايه الاسبوع الماضي درجات الحراره ترتفع خلال فتره النهار بشكل كبير، وده بفعل الكتل الهوائيه الصحراويه اللي بتاثر علينا. الكتل دي بتكون مرتفعه في قيم درجات حرارتها، كمان وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا طبعا بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، فبالتالي العوامل دي بتخلي في ارتفاع في قيم درجات الحراره. الارتفاع ده كمان مستمر معانا لحد غدا الاحد ان شاء الله في معظم محافظات الجمهوريه. اليوم العظمى على القاهره الكبرى هتكون 24 درجه مئويه، ده بيكون خلال فتره النهار وتحديدا كمان في فتره الظهيره، عشان ده بيخلي احساسنا بالطقس نقدر نقوله دافي بشكل كبير في المحافظات الشمالية اللي هي السواحل الشمالية والوجه البحري، القاهرة الكبرى شمال الصعيد، طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار وتحديدا زي ما قلنا في فترة الظهيرة مع وجود شدة لإشعاع الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخلنا في فترات الليل بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده بيكون ملموس اكتر في وقت الليل المتاخر اللي هي فترات الفجر وفتره الصباح الباكر، لان قيم درجات الحراره بتنخفض في الاوقات دي بشكل كبير. اقل درجات حراره على مدار اليوم كله بنسجلها في ساعات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر، اجواء ما بين البارده الى شديده البروده في معظم محافظات الجمهوريه، وخاصه المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير زي محافظات الصعيد، بعض الاماكن من وسط سيناء، كمان المدن الجديده والاماكن المفتوحه بشكل كبير بتحس بالبروده اكثر من المحافظات الداخليه. كمان اليوم كان في شبوره مائيه موجوده على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، ادت لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر، هي سرعان ما هتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني ساعه بالكثير الشبوره المائيه تبدا تتلاشى تماما والرؤيه الافقيه تبدا تتحسن على اغلب الطرق. هل هي واصله لحد ضباب زي امبارح في بعض المناطق؟ لا الحمد لله، الشبوره المائيه اليوم شبوره مائيه عاديه ما اثرتش بشكل كبير على الرؤيه الافقيه، يعني ما وصلتش لحد الضباب، ومتوقع استمرار معانا الشبوره المائيه خلال غدا ان شاء الله خلال فتره الصباح الباكر او ساعات الليل المتاخر، وارتفاعات كمان قيم درجات الحراره مكمله معانا لحد يوم الاحد يعني بكره، مع يوم الاثنين تبدا تدريجيا درجات الحراره تنخفض، لان الكتل الهوائيه مصادرها تختلف تماما، تكون كتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا، هيكون كمان في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، فبشكل تدريجي هيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره، يعني احنا برضو مش بنقول هنحس بالبروده الشديده، لكن هيكون في فرق في درجات الحراره بشكل كبير بين يوم الاحد ويوم الاثنين بحوالي 5 لـ6 درجات، لان احنا متوقع مع يوم الاثنين العظمى على القاهره الكبرى تكون 20 درجه مئويه، فبالتالي انخفاض بحوالي 5 درجات عن يوم الاحد، وتدريجيا مع يوم الثلاث والاربع توصل 19 و18 درجه مئويه، هيكون كمان في نشاط رياح يحسسني بانخفاض قيم درجات الحراره، هيكون كمان في امطار متفاوته الشده على محافظات شمال البلاد من السواحل الشماليه للوجه البحري، هتختلف من يوم للتاني، يمكن ده نوهنا عنه بشكل كبير في نشراتنا من نهايات الاسبوع الماضي،
لان هيحصل اختلاف في درجات الحراره وفرص الامطار هتبقى موجوده بشكل مؤثر على المحافظات الساحليه. فمهم جدا بس ناكد على كل الساده المواطنين بعد الارتفاعات هيكون في انخفاضات، فبلاش تخفيف الملابس، بلاش الانخداع بالدفء واشعه الشمس، نحافظ على ارتداء الملابس الشتويه خاصه في فترات الليل المتاخر، فترات الصباح الباكر. مهم كمان القياده تكون بهدوء تام فترات الصباح الباكر مع وجود الشبوره المائيه والمتابعه الجيده للنشرات الجويه بصوره يوميه، لان وارد يحصل تغير في التنبؤات او في التوزيعات الضغطيه في اليوم. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره اللي العظمى فيها 24 والصغرى 14 والعاصمه الاداريه 24 13، اسكندريه 24 14، العلمين الجديده 23 13، مطروح 24 12، ودمياط 23 13، بورسعيد 23 13، اسماعيليه 25 12. السويس العظمى فيها 24 والصغرى 11، العريش 24 10، كاترين 20 3، وطابة 23 13، حلايب 24 18، شلاتين 27 16، شرم الشيخ 27 17، والغردقة 26 16. الفيوم العظمى فيها 24 والصغرى 8، بني سويف 24 8، الوادي الجديد 25 6، أسيوط 24 9، سوهاج 25 9، قنا 26 10، الأقصر 27 10، وأخيرا أسوان العظمى فيها 27 والصغرى 11. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لمنى ومحمد نكمل معهم فقراتنا. شكرا ليك يا لميا.